بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. معكم سلك شداري. طبعا عيال، رجعت لكم عشان اشرح لكم التاسك حق المهمة رقم 5. فالمطلوب منك الصورة اللي في البداية تختار المنطقة رقم 9 الطيارة الثانية عشان تجي في المكان ذا بالضبط. ابيك تجي هنا انا. غير كذا، اول شيء التاسك رقم 4 تستخرج سيارة، لكن قبل كذا افتح الخريطة وحدد النقطة A والنقطة B والنقطة C والنقطة D. حلو، حدد 4 نقاط قبل لا تجي السيارة، يعني خليك سريع، فهم؟ فلن نسوي في البداية الحين نستخرج السيارة. هذا التاسك رقم 4. حلو، هذا التاسك رقم 4 اللي فالمهمة. الحين اتجه للنقطة A عشان تطلع مع الجبل. في معلومة مهمة جدا، إذا لعبت هنا التاسك حق المهمة 5 وجبته، العب بعد على طول المهمة رقم 39، لأن المهمة رقم 39 نفس المهمة رقم 5 في التاسك بالضبط. لكن الفرق، المهمة رقم 39 يا طويل العمر إن إيش، الجنود لا يكشفونك. يعني عادي تقدر تلعب رايدن باللي يعجبك، تختار سلاح وكذا، أهم شيء الجنود لا يكشفونك عشان لو كشفوك تنتهي المهمة. المهم نرجع لمحور حديثنا، نكمل التاسك. التاسك رقم 5 يقول اخذ المخطط. المخطط مكانه في النقطة B اللي حددناها في الخريطة. حلو، التاسك رقم 5 اللي هو النقطة B اللي انا حددت لك قبل شوي في الخريطة. اوكي، الحين ناخذ المخطط. انا قدامكم في البيت الثاني على يدك اليمين، اطلع مع الطاقة واخذ المخطط على طول، ما يحتاج تفتح الباب وكذا، خليك سريع. المهم خلاص جبناه، الحين نبي نجيب تاسكين مع بعض. يقول لك استخرج التاسك رقم 1 استخرج المهندس، والتاسك رقم 2 يقول استخرج المهندس لكن مع فتحة السقف اللي في الدور اللي فوقك. اوكي، عشان كذا انت تقدر تجيب عصفورين في حجر. اوكي، اللي هو رقم 1 تستخرج المهندس، ورقم 2 تستخرج المهندس من فتحة السقف اللي في الدور اللي فوقك. انت عاد الكلب خلي له الحراس، او انت بطريقة تخدرهم وقتلهم وسوي اللي عجبت. اهم شيء طبق التاسك ذا زي ما انا اسوي، اخذ المهندس وطلعه مع الفتحة دي اللي الحين انا بحطه عنده زي كذا في المكان ذا، حطه هنا وطلعه، طلع بالنفاخ اللي معك بمثلث. حلو، اذا طلعته يبقى التاسك الاخير. التاسك الاخير يقول لك استخرج السجين اللي يحاول الهرب يبي ينحاش، فهمت؟ اللي هو التاسك رقم 3 تلقاه في النقطة دي اللي انا حددتها لكم، النقطة دي هنا تلقاه السجين على طول، طيره ويجيك التاسك كامل، وانهى المهمة بطريقتك بطيارة تطلع برا الحدود اللي يعجبك. انا اللي يعجبني اجي هنا فوق الصندوق واطير الصندوق وامسك الصندوق واطلع معه على طول، مرة اطلع بسرعة، فهمت؟ وهنا جبنا التاسك كله كامل. فالاخير اتمنى الشرح اعجبكم وكان واضح جدا، وكان معكم اخوكم سنيك الشداد، وفي امان الله.